برعاية النائب عمر النبر وبحضور البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، وكهن الرعية الأب بنيامين شمعون وعدد كبير من أبناء الرعية السريانية. نظمت رعية السريان الأرثوذكس في الأردن بازاراً خيرياً في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في صوفية عمان، اشتمل على معروضات متنوعة وأشغال يدوية وحلويات خاصة بعيد الميلاد المجيد. كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بافتتاح بازار 31 لها في أجواء الميلاد، هذه الأجواء التي تمتلئ فرح، تمتلئ محبة، تمتلئ مصالحة، لأن الرب يسوع عندما تجسد على الأرض هو صالح السماء مع الأرض، وأعطى الفرح دائما لكل الناس، فرح للرعاة، فرح للمجوس، فرح عظيم لجميع الناس. هذه أجواء الفرح نشوفها اليوم في هذا البازار اللي هو نشاط اجتماعي كبير تقيمه الكنيسة كل سنة، خصوصا قبيل أعياد الميلاد المجيدة اللي فيها هؤلاء الأحبة يجوا يعرضوا منتجاتهم الحرفية أو اليدوية أو البضاعة اللي يقدموها. فنحن بهالمناسبة نحب نشكر أول شيء رب يسوع اللي عطانا هالفرصة أنه نحتفل أيضا بهذه السنة، ونحب نشكر كل القائمين على هذا البازار، وأيضا الشكر دائما موصول إلى قناتنا العزيزة كورسات الأردن بشخص مديرتها العزيزة دكتورتنا الغالية دكتورة باسمة السمعان وكل الطاقم الأحباء. ربنا يبارك في جهودكم وفي هالرسالة العظيمة اللي تقدموها. إن شاء الله كل عام وكل العالم يحتفل بأعياد الميلاد بخير وفرح ومحبة، كل عام والجميع بخير، آمين. زي ما عودنا المجتمع على أن الكنيسة كل سنة بتقوم ببازار مميز بيشاركوا فيه مجموعة كبيرة من النشاطات والفعاليات، وطبعا الهدف من هذا البازار أو هذا النشاط ليس هو مادي بقدر ما هو تمكين بعض العائلات اللي عندهم أشغال يدوية وحرفية أنه يتمكنوا يبيعوا بعض من منتجاتهم وأعمالهم بأسعار معقولة. بهاي المناسبة أنا بدي أشكر سيدنا نيافة المطران مرجاك يعقوب المعتمد البطريركي لافتتاحه ورعايته هذا البازار، وأيضا بدي أشكر جزيل الشكر سعادة النائب عمر النبر اللي شرفنا اليوم بافتتاح هذا البازار ودعمه للبازار ولكافة نشاطات الجمعية والكنيسة، شكرا لكم. وفي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية رعى النائب النبر حفل افتتاح البازار الخيري الذي أقيم في قاعة الكنيسة بحضور الأب حنا كلداني وعدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من أبناء الرعية.